خلينا نروح الجانب الثقافي شوي. اليوم الكويت ثقافيا تشوفها بتقدم ولا بتراجع؟ والله لا شك ان في محاولات جاهده من بعض المؤسسات، يعني مثلا مجلس الوطني للثقافه والفنون، مركز جابر الثقافي، مثلا ديوانيه شعراء النبط، لكن ايضا دون الطموح. يعني الكويت كانت في نهضه ثقافيه وكانت مناره ثقافيه وفنيه على مستوى العالم العربي، يعني مصر ومن ثم الكويت. نعم. وهذا الكلام من الستينيات، فالآن الوضع الحقيقة ما كان يعني غير مشجع. تشوف في أسباب واضحة في هذا الموضوع؟ أصبح الصوت العالي اللي يرفض مثل هذه الأشياء أكثر. هو الأعلى، وأصبح المسؤولين كل واحد يدور حفاظ على كرسية وما يبي الهدئك صداع. فليش أنا أغامر حتى لو سويت فعالية مميزة؟ أنا راح يجيني وجع راس، تصريحات نواب، تصريحات صحفيين، فبالتالي خلونا الهون أبرك ما يكون، خلونا على طمام المرحوم.